جمعية قوى في الخير لرعاية الأرملة واليتيم جمعية ولائية تسعى لرعاية الأرملة واليتيم، ونظرا للمتغيرات التي تعيشها البلاد مثل نقص المياه وشح المياه، جاءت هذه الفكرة تاع مشروع الوقف لحفر الآبار. والبداية تاع المشروع هذه كان سنة 2017، كانت عندنا قافلة خيرية لولاية تمن راست. القافلة كانت تحتوي على مساعدات غذائية، ألبسة، أفرشة إلى آخره. ولما وصلنا لتمن راست كانت الوجهة لتين زاواطين وعين قزام. كان المشروع تاعنا هو حفر بير فراج في مستشفى بوفاريك. كي جاتنا الكوفيد 19 ما نجمناش يسمى نروحوا للفراج، سبقنا في محطة الأكسجين. مشاريع الجمعية قوى في الخير متنوعة، من بينها مشروع حفر الآبار، وهذا المشروع يعني للأمانة وهو مشروع خيري، كانت أول مبادرة لأستاذنا وقدوتنا في العمل الخيري وهو الدكتور علي بوناد رحمه الله. فهذا كان دائما يعمل على يعرف أنه ما معنى الصدقة، الصدقة الجارية في الماء. لما بدينا نوزع في المساعدات يعني لاحظنا أنه كاين احتياج أكثر من الأكل وأكثر من الغذاء وأكثر من اللباس، وهو الماء. يعني لما تكون منطقة نائية وغير مزودة بالماء الشرب يعني أمر يعني صعيب، ولا صعيب كثير خاصة في وسط الصحراء. وهنا جت الفكرة تاع إقامة هذه الآبار الارتوازية. بوفاريك كان عنده مشكل نقص المياه في المستشفى، والحمد لله اليوم الفراج تقريبا 120 متر. الحمد لله، هذا فضل ربي، الماء كاين والفراج راه يتمشى وكلش. هذا المشروع هو جسداته أنه تبحث الجمعية على الأماكن النائية اللي فيها نقص الماء، وبإمكانيات المحسنين اللي يعني عندهم صدق في الجمعية ويساهموا في الجمعية، وتعرف أنه صدقة المياه صدقة جارية. تم تشكيل لجنة حفر الآبار، وكان يترأسها الأستاذ علي بوناد رحمة الله عليه، ومعاه الإنسان الطيب خونا منير بوشتو ثاني رحمة الله عليه، توفوا في زوج. وبدأت مشاريع حفر الآبار، وأول بئر كان في قرية إنغاسن في أقصى الجنوب بين مالي والنيجر. كان أول بئر الماء الشرب في تلك المنطقة، وبعدها يعني زادت الطلبات وحفرنا حاليا لاحقين 27 بئر ارتوازي. ومن الفراج هذا عندنا عدة مشاريع تقريبا، غير في المدية برك عندنا سبع فراج في ولاية المدية. عندنا في سعيدة اثنين فراج، عندنا في تندوف، عندنا في تمرست، عندنا في سطيف، في خنشلة. هذا عبر التراب الوطني كامل عندنا اللي فراج هذوما. لذلك فالجمعية قامت بعدة مشاريع حفر آبار في عدة ولايات من الوطن، لا سيما نذكر سعيدة في أقصى الجنوب الجزائري. وما دليل على الروبوتاج اللي يعني قدمته الجمعية أن الجمعية تبحث عن المناطق النائية لا سيما المحاذية للمساجد والقرى النائية، وتعمل على حفر الآبار، يعني الهدف منها هو السقي للماء. بئر ارتوازي كاين اللي يسميه صوندا، كاين اللي يسميه فراج، يعني ماهوش بئر تقليدي. اللجنة هذه دارت شروط، لما توفر هذه الشروط يعني نبداو نحفرو، تكون منطقة وقفية يعني مثل منطقة تابعة للمسجد أو الزاوية، تكون كاين احتياج ويعني الماء الشرب، توفر الكهرباء باش المضخة تاع الفراج تمشي بالكهرباء، وتكون كاينه رخصه تاع الحفر من السلطات الاداريه. لما توفر هذه الشروط نحفروا البئر،
وتكون كاينة حنفيات يعني للسكان واللي عايشين في القرية هذه يستفادوا من الماء الشرب. قوافل الخير معروفة بحفر الآبار، المشروع حفر الآبار هو خلاه لنا الشهيد العمل الخيري الشيخ علي بوناب من هذا المنبر هذا نقول له ربي يرحمك. المسعى المشعل مازال شاعل.